طيب ننتقل إلى الباب التالي. باب البول في الماء الراكد. نعم، باب البول في الماء الراكد. ما هو الماء الراكد؟ ما هو الماء الراكد؟ غير متحرك، الساكن، الماء المكان غير المتجدد، غير الجاري. غير الجاري. إذن هذه أوصاف الماء الراكد: لا يسير، لا يجري، ثابت في مكان، محاط، لا يجدد، هذا ماء راكد. وقد يكون يصب في أحيانا والناس يشربون أو يأخذون لمزروعاتهم، لكنه غير مفتوح المنافذ، فبالتالي لا يكون جاريا. هذا ما هو حكم البول في الماء الراكد؟ نسمع. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. نعم، لا يبول أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. لما نهاه عن الاغتسال من إذا بلت في الماء الراكد؟ أنا سوف يتغير من رائحة. أحسن من هيك؟ يجب الاغتسال بالماء الطاهر وهذا أصبح نجسا. لا حول ولا قوة إلا بالله. باب وسوس. نعم، لأن هذا يفتح عليك باب وسوس. الماء لم يتغير، لكن سوف تبقى تقول لا شميت رائحة، لا ممكن النجاسة أجتني. ستفتح على نفسك باب وسوس، والشرع أغلق باب الوسوس. لما أغلق باب الوسوس؟ لما الشرع أغلق باب الوسوس؟ حتى لا تنقطع عن العبادة. نعم، لأن الوسوس من أكبر أسباب الانقطاع عن العبادة. والذي يبتلى بالوسوس إخواني في الله تصبح العبادة عليه ثقيلة جدا جدا جدا، وهي مدعاة إلى ألا يثبت فيها وأن ينقطع عنها. وكذلك عند الاغتسال ولا يغتسل فيه من الجنابة، طب كيف سيفعل؟ نعم، يتناوله تناولا، لو معه سخان أو قدر أو سطل أو جرو، أي شيء، قردل، أي شيء من التعبير العصري، فله أن يغرف من الماء ثم يغتسل بعيدا عن الماء الراكد، لا يغتسل. إذن منهي أن تبول في الماء الراكد، ومنهي أن تغتسل وأنت جنب في الماء الراكد.